أما بخصوص مسارات البحث المعتمدة لاستجلاء حقيقة هذه الجريمة الإرهابية الآثمة وتوقيف الضالعين فيها، فهي تتويج لعمل مشترك وتنسيق ميداني محكم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وخبراء الشرطة العلمية والتقنية. كما أود أن أشيد كذلك بالمساهمة التي قدمتها مصالح الدرك الملكي خلال الإجراءات التمهيدية لهذه القضية، خصوصا في عمليات المعاينة والمسح المكاني لمسرح اكتشاف جثة الشرطي الضحية. لم يكن من الممكن ترجيح أي فرضية من فرضيات البحث. عند اكتشاف جثة الهالك في مسرح الجريمة، وهو ما جعل فريق المحققين يتعامل مع كافة الفرضيات الممكنة بما فيها فرضية الدافع الإرهابي على أنها مسارات قائمة تقتضي التحري والتقصي والتدقيق. ذلك أن طريقة تنفيذ هذا العمل الإجرامي وكيفية التمثيل بالجثة ووظيفة الضحية كشرطي ومكان الترصد به ودلالات تجريده من سلاحه الوظيفي وأصفاده المهنية، كلها معطيات ومؤشرات أكدت منذ البداية أننا أمام عمل إجرامي منظم ارتكبه أكثر من شخصين على الأقل، وأن خلفيات هذا العمل قد تكون بدوافع إجرامية صرفة كالسرقة مثلا، أو قد تكون بخلفيات متطرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة المشاهدين الكرام، حياكم الله. دائما حين نتكلم عن الجريمة ومعطياتها والحيتيات التي تلفها، دائما لابد وأن نتكلم عن علم، نتكلم باتزان، نتكلم بحياد، نتكلم بما هو مسموح به في حينه. الآن ربما قضية الشرطي هشام، طبعا نحن نقول أنه شهيد الواجب، ربما الآن الناس يتحدثون على أن هذه القضية أخذت منحى آخر، ربما بدأت بمخدرات وتجار المخدرات، لكن الآن أخذت طابعا إرهابيا. هل الناس الآن في حيرة من أمرهم؟ التحقيق لا زال ساري المفعول، وأن تلك النتائج ربما وتلك الأقوال والأقاويل روجها أصحاب القنوات، تلك الصور نشرها أصحاب القنوات، كان خيالهم واسعا من فراغ، لكن الخبراء الأمنيين لم يتكلموا ولم يدلوا بأي شيء. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هناك سرية تحقيق وأن الأمور لا زالت يعني بيد المحققين، بيد الشرطة فقط. إذن الآن حين نسمع هذه يعني الترهات وهذه الأمور السلبية جدا، طبعا لا تشرفنا كمغاربة ولا تشرف يعني أجهزتنا الأمنية. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس، وأنا أقصد أصحاب القنوات، هم من يشوهون التحقيقات ويفتعلون الأكاذيب لا لشيء سوى لرفع يعني المشاهدات. أنا يعني في فيديو سابق قلت لا بد وأن يعاقب وأن يحاسب هؤلاء يعني الناس، وهم يعني ليس لهم. وأيضا حين نتكلم عن سرية التحقيق، لأن هناك سلاح وظيفي يعني أخذ أثناء الاعتداء، حين نتكلم عن سلاح وظيفي نتكلم عن 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 أداة ممكن أن تستغل في ارتكاب جرائم أخرى يعني في المقابل. إذن هنا سرية الأبحاث لابد وأن تأخذ مسارها القانوني ومسارها الصحيح. إذن وهناك يقطع قطعا كليا مع الإشاعات ومع كل التكهنات والتنبؤات والتحليل السلبي.
لأن هؤلاء الناس ليسوا من ذوي الاختصاص، طبعا يحللون حسب كلام الشارع، وكلام الشارع لا يعتد به. لماذا؟ لأن ربما بعض الجمل تكبر ككرة الثلج.